والاستهلاك يعني هنا موقع السوق. إذن في موضوع صناعة السلع الملموسة تبدأ عملية الإنتاج ومن ثم المنتوج وبعد ذلك التسويق ومن ثم أخيرا بالمرحلة الرابعة يتم الاستهلاك. لنفترض أنه دائما أعطيكم عن الفرض على قلم السوف، تقوم المنظمة الصناعية في مكان ما اتفقنا أنه في ألمانيا للمثال الافتراض، وعملية الإنتاج تمت في هذا المكان، وبعد ذلك أصبح هذا المنتوج متكامل، ومن ثم قام بإيصاله وتسويقه وإيصاله إلى سوق الاستهلاك اللي هو مكان تواجد المستفيد، اللي هو هكذا نوع من الأقلام، هكذا نوع من الصبغات كما اتفقنا. الاثنان سلع هي ملموسة، وبالإمكان الاحتفاظ بهذا النوع من المنتوجات لحين الاستفادة، لاحظ لحين الاستفادة أو لحين الاستهلاك. إذن التسويق يظهر ويكون واضح معالم تركيبته عندما يتم الاستهلاك داخل الأسواق. هذا هو اللي أحتاج أن أوضحه أمامك أخي طالب، أنه هذه موضوع السلع الملموسة تكون أربعة مراحل متتالية وبشكل متسلسل بهذا الشكل، يكون أخيرا الاستهلاك. لاحظ موضوع الخدمات اللي هي دائما اتفقنا عليها